انا اسمي عبد الله شحته، بسكيت من سنه 2014. بدات سكيت بوردنج في اسماعيليه، والنهارده عملت لكم فيديو جديد عن حركه على حسب الفوتنج هي اللي كسبت. هي كان اكتر عدد من الناس عايز يشوف الحركه دي، وهي عباره عن 360 بوب شوفت. ودي انا تريكس بعملها كده وهعملها في كل فيديو، عشان خاطر لو في تريك منها عجبتكم ممكن تسالوني اعمل لكم توتوريال عنها واقول لكم انا بعملها ازاي ونتعلمها مع بعض. هنتكلم النهارده عن حركه جديده مختلفه خالص عن اللي قبل كده، واتكلمنا عنها قبل كده لكن ما شرحناهاش، وهي حركه مهمه جدا بالنسبه اللي عايز يتعلم 360 فليب. هي عباره عن 360 بوب شوفت، وال 360 بوب شوفت هي عباره عن انك بتلف البورد بالجنب 360 درجه وبتنزل عليه تاني. وهنتكلم دلوقتي عن الستبس، وهنقول انت المفروض بتعملها ازاي، وهنشوف الحاجات اللي بتوقع اغلب الناس هنتكلم عنها بالتفصيل، وهقول لكم انا وقفتي المفضله عن ال 360 بوب شوفت وازاي انا بعملها. بالنسبه للفوت بوزيشن او المكان اللي بتحط رجلك عليه على السكيت بورد، هو بيبقى زيه زي البوب شوفت بالظبط، بس يعني ممكن ترمي رجلك على التيل قدام شويه بحيث ان هي تبقى ماسكه التيل من هنا كده ازيد شويه من البوب شوفت، والرجل اللي قدام هي هتبقى في نص البورد ومايله على النوز اكتر بالشكل ده كده. دلوقتي واحنا بنعمل البوب شوفت او 360 بوب شوفت، انت رجلك اللي قدام دي مش بتعمل اي فليك. ودي تري فليب انا صورتها لكم سلو موشن عشان اوريكم الرجل اللي قدام وهي بتعمل فليك، لان دي ببساطه هي الفرق الوحيد ما بينها وبين البوب شوفت 360 بوب شوفت. لما نيجي نتكلم عن الفرق ما بين الحركتين اللي هما التري فليب وال 360 شوفت، هنشوف ان التري فليب بتعمل فيها فليك برجلك اللي هنا، بتعمل فليك عشان البورد يعمل فليب، لكن في ال 360 شوفت مش بتعمل فليب، انت رجلك اللي قدام اللي هي هنا دي وانت بتنط بترفعها لفوق بتحاول تعمل بيها كاتش وتنزلها تاني، انت بتحاول بتركز ان انت ترفع رجلك لفوق وانت بتعمل البوب، ما تخليهاش تخبط في البورد من هنا ولا تعمل فليك عشان البورد ما يلفش منك وتنزل على الجرافيك، وده اللي هنشرحه كمان شويه في الكومن ميستيكس. بصوا يا جماعه، لو في حد الفليك بتيجي غصب عنه ممكن يوقف رجله بطريقه تانية، رجله اللي قدام بتقف كده، مش شرط تكون في النص كده، لا هي ممكن تبقى كده الوقفه بتاعتها. والستبس بتاعتنا زي ما شرحنا واحنا واقفين على السكيت بورد بنقف ازاي، وبتبقى عباره عن بوب، وانت بتعمل البوب دي لورا بترفع رجلك اللي قدام من غير اي فليك. وهنشوف دلوقتي، ممكن تلاحظوا ان انا عملت كاتشنج بدري شويه عشان البورد ما يلفش مني، فانا بوضح لكم دلوقتي عشان نتعلم مع بعض. ونيجي لاهم جزء في الفيديو بتاعنا النهارده، وهي الموست كومن ميستيكس، وهي اكتر حاجه الناس بتعملها غلط، ان هي بتنزل على الجرافيكس، وده بيبقى بسبب الفليك البسيطه اللي بتتعمل غصب عنك وانت مش اخد بالك. وتاني حاجه غلط هو انك بتعمل 360 بوب شوفت عادي وبتنزل على سكيت بورد لكن بتقع بتزحلق على ظهرك، وده بيبقى بسبب ان انت متوقع ان انت تقع ومش متوقع ان انت تنزل على سكيت بورد، فلما بتنزل عليه بتتزحلق. والصح هنا ان انت تقف على السكيت بورد بتاعك زي ما احنا كنا متفقين وانت بتحاول في ال 360 شوفت مش بتعمل فليك. ال 360 بوب شوفت هي حركه صعبه وممتعه في نفس الوقت، وبتفتح لك تريكس جديده وكتير، يعني زي البيج فليب وزي البيجر فليب وزي الباك سايد 360. وانك تنزل ال 360 بوب شوفت ده بيديك ثقة كبيرة جدا ان انت تعمل تريكس تانية اصعب، ويعني ده اللي احنا هنحاول نتعلمه مع بعض، ان احنا مجرد ما بننزل ال 360 بوب شوفت لو معرفتش تعمل تري فليب بتعرف تعملها اسهل بكتير جدا، بتسهل عليك حاجات كتير جدا، لان هو الفرق زي ما احنا قلنا هو مجرد فليك ما بينها وما بين ال 360 فليب. وفي النهاية اتمنى ان يكون المحتوى بتاعي بيعجبكم، واتمنى ان يكون في ناس بتستفاد، مش شرط يكون العدد كبير، بس اتمنى ان يكون على الاقل في ناس بتستفاد وبتتعلم مني حاجه صح، ده شرف ليا طبعا. فبالتالي انا بطلب منكم لو ليكم اراء او لو ليكم مقترحات عايزين تقولوها لي اكتبوها هنا تحت في الكومنتس وانا هحطها في عين الاعتبار،
لو في تريكس جديدة عايزينها عايزين تتعلموها اكتبوها في الكومنتس. لو في اي حاجة اي استفسارات الاكاونتس بتاعت السوشيال ميديا عندي موجودة في الديسكريبشن. وبالمناسبة ده تي شيرت من دوندورز. دوندورز شركة محترمة جدا بتعمل تي شيرتس عليها فن تشكيلي، الاستاذ احمد هو بيرسم الحاجات دي، ففي ديزاينز احسن من كده بكتير بس ده اكتر حاجة عجبتني، فانا ده التي شيرت اللي انا اخدته. فهسيب لكم برضو اللينك بتاعهم في الديسكريبشن، وكيب سكيتنج ايفري ون، يلا بيس اوت.